إيقاف الوقت وضمان سيولة مرورية مستدامة في العاصمة هو هدف مشروع إشارات المرور الذكية الذي تنجزه شركة جزائرية إسبانية متخصصة في التخفيف من زحمة المرور. يوسف مهدي. المبوتياج حاجه باينه، هو اللي يلعب على المورا قلت لك، فهمت؟ حاجه باينه هذه مفروغ منها، حاجه تاع 4 ساعه فاميلي تدير فيها 3 كوردر اينر اينر ايدمي. يا وكرهنا منه المبوتياج، رانا عايشين فيه خونا، كرهنا منه، واش راح دير؟ الله غالب ولازم يلقاو له حل. هي الزحمه المروريه بالعاصمه، لكن ليس بعد الانتهاء من مشروع اشارات المرور الذكيه. سيولة حركة المرور مضمونة من خلال التسيير المتزامن لأزيد من 500 مفترق طرق بالعاصمة. هناك جملة من الأهداف أهمها تحسين سيولة الحركة وتأمين السيارات والراجلين وإعلام السائقين بوضعية الطرقات بطريقة آنية، فهو نظام ذكي وممركز يتلقى المعطيات حول الطريق ويوزعها لمختلف الفاعلين إلى غاية السائق. الاعتماد على شبكة الألياف البصرية المتوفرة وكاميرات المراقبة تسمحان بالنقل المباشر لوضعية السير وتسهمان في تخفيض كلفة المشروع. استعملنا لافيبر اللي موجودة، كذلك الكاميرا اللي موجودين، هذه الكاميرا الثانية اللي راح نستعملوهم في تنظيم حركة المرور، ما زيدوش كاميرات واحد اخرين زيادة. هذه سمحت لنا باش نقتصدوا اكثر من 5 ملايير دينار. الهدف من هذا السيستم، هذا كما نقول الأنظمة هذه، هو تحسين سيولة حركة المرور. يولي هنا نيفو دو كارفور، في الكارفور هذا كي يجوز كارفور واحد ما تحبش في الاخرين، تقدر نقصوا ماشي كل كارفور تحبس. سيفك الخناق عن العاصمة، يثمن الوقت ويرفع المردودية الاقتصادية للطريق. مشروع إشارات المرور خطوة أخرى نحو عاصمة ذكية.